نتعرف عليكي؟ كريستين نصيف رمزي. كريستين انت بتدرسي بتشتغلي؟ انا مخلصة معهد وكنت يعني بشتغل في مدرسة خاصة وكده. انت جيتي هنا بقالك قد ايه؟ بقالنا كده يمكن من يوم السبت، يمكن بقالنا يجي 4 5 ايام كده. دي عاملة ايه بقى دلوقتي؟ الدنيا عاملة ايه معاكي؟ الدنيا مش هقولك حلوة، هو المكان حلو وكل حاجة بس جميل، وانتي واقفة في مكان جميل والله. في مكان جميل بس مش مكاننا، فاحنا دلوقتي عايزين حل بقى، هاد الدنيا هناك نرجع شوفوا لنا حل هنا بس. فاحنا يعني ما تفتكريش قاعدين هنا بنتفسح، لان في ناس طبعا حبيبتي طبعا بنتفسح. لا بالعكس، لو سألت الناس دي كلها هتقولك ان احنا مخنوقين، ويا ريت بس الوضع يهدى واحنا نرجع دلوقتي حالا. بس سبحان الله، رغم ان ممكن تقعدي في مكان جميل وكده، لكن عشان مش حاسه انه مكانك او مش بقى حاجات طبيعتك وكده، وفي حاجات بتعمليها في يومك هنا مفتقداها. يعني في المكان حلو كل حاجه، بس في حاجات كتير انت مفتقداها في اليوم. انت وعيلتك كلها كريستين صح؟ انا ماما واخواتي. يعني في حد مثلا باباكي موجود؟ لا متوفى الله يرحمه. في اي حد من اخواتك في دراسه بيشتغل؟ في عندي اخ بيشتغل بس ده في القاهره، واخ حاليا بيدرس، والباقيين بقى في ابتدائي كلهم بيدرسوا. يعني انا اللي خلصت. تم تسكينهم في المدارس خلاص؟ في المدارس كلهم بداوا دراسه فعلا. انت شايفه ان في تعاون؟ يعني في مشكله حصلت هناك وازمه ومشيتي وسبتي بيتك، عندك حق طبعا، احساس صعب طبعا. احنا يعني ده بقول المساله مش هينه، وفي نفس الوقت مش ان شاء الله مش هتكون كارثيه، ولكن في حاسه ان في ناس مهتمه بيكي، الناس تتعاون معاكي هنا في الاسماعيليه؟ في ناس بتتعاون معانا، اولا من ناحيه المدارس كلهم دلوقتي بيروحوا المدرسه، ووفر لهم طبعا كراريس وكتب، يعني الحاجات اللي كانت ناقصاهم. ومن ناحيتنا احنا لو احنا عايزين نشتغل حاليا، في ناس مالينا استمارات بخصوص الشغل، بس يعني لسه ما اشتغلتش. كويس قوي، اخبار حلوه اهي الحمد لله. يعني فهم يعني مش مقصر، واكيد الناس برضو. يعني احنا النهارده يعني كنت بقول، احنا جينا دي تاني مره نيجي هنا الاسماعيليه، جيت الاسبوع ده مرتين. كنت بقول ان احنا ما نيجي لحد عندكم هنا، يعني دي رساله بس، ان احنا بنقول احنا معاكم. يعني دايما لما يعني اكيد اي من حد من اصحابك بيحصل له مشكله بتروحي بتطبطبي عليه وبتقولي له، اكيد بتحسي ان الناس اللي بتجي لحد عندك دي برضو بتديكي برضو معنى معنوي كويس، بتديكي احساس ان احنا كلنا جنب بعض. كلنا احنا بنقدر زيارات الناس دي كلها يعني، وعلى راسنا واحنا مبسوطين. يعني احنا تقريبا لو قاعدين في العريش لحد دلوقتي، انا لسه بقول ان احنا في ناس كتير حلوه جدا عمرنا ما كنا هنقابلها لو احنا كنا هناك. فيمكن الموضوع جه فرصه احنا نقابل ناس حلوه، بس برضه يعني عايزين الازمات برضه كريستين بتعلمنا وبتقوينا. يعني احنا يعني في ممكن تبقى في ضربه عشان تكسرنا كلنا مصريين، مش انت بس، ما هي الضربه مش ليكي لوحدك، هي لينا كلنا. لكن لما احنا نتجمع ونحط ايدينا في ايدين بعض، احنا برضه بنودي رساله او بنوصل رساله للعالم كله، ان احنا برضه مش عايزه برضو تحسي قوي كده بالزعل. حبيبتي ان شاء الله باذن الله ترجعي قريب. احنا قاعدين هنا وبنطمن على البلد هناك، وبنكلم صحابنا ونطمن على بعض، فيعني مش زعلانين. ده احنا لو زعلانين على بلدنا مش اكتر، غير ان احنا زعلانين على نفسنا، بلدنا كانت اهم. فبس بالعريش انت اكيد طبعا، مش اتولدتي فيها ودرستي فيها كل حاجه فيها، بس ان شاء الله ترجعي لها باذن الله قريب جدا. وتجي بقى يعني سامعاكم كل ما اخش لحد يقول لي لا انت ما شفتيش العريش بقى، اجي بقى هناك وتستضيفينا بقى. جميل، اكيد ان شاء الله، ان شاء الله تهدى، واكيد وان شاء الله هتهدى. يعني ان شاء الله تهدى وترجعي، وان شاء الله نيجي نزورك بقى هناك ان شاء الله. تنور. شكرا كريستين.